أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، أهلا بكم ضمن النشرة الاقتصادية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة انتقل من 10.2% إلى 9.9% ما بين الفصل الأول من سنة 2014 والفترة ذاتها عفوا من سنة 2015. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2015 أن حجم السكان العاطلين سجل تراجعا بنسبة 2.9% على المستوى الوطني، حيث انتقل من 1,191,000 إلى 1,157,000 عاطلة ما بين فترتين، بتراجع عدد العاطلين ب 34,000 شخص، 12,000 منهم بالوسط الحضري و 22,000 بالوسط القروي. ينظم الاتحاد العربي لصناعة الغذائية ممثلا بالجمعية العربية للمشروبات المؤتمر والمعرض العربي السنوي الخامس للمشروبات يومي 8 و9 شتنبر المقبل في عمان بتعاون مع غرفة صناعة الأردن. ويهدف هذا المؤتمر وفقا للمنظمين لإتاحة فرص التواصل وتبادل الخبرات بين القائمين على هذه الصناعة والاطلاع على المستجدات المتعلقة بعلم التكنولوجيا وصناعة المشروبات. ختاما، أكد المندوب العام للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب جواد الشامي بمكناس نهاية الأسبوع عن الدورة العاشرة لملتقى حققت نجاحا باهرا على كافة المستويات، حيث سجلت رقما قياسيا تمثل في توافد عدد كبير من الزوار وصل إلى 817,000 زائر على مدى 6 أيام من 28 أبريل إلى 3 ماي الجاري. وأوضح الشامي أن الدورة الحالية التي اختتمت حطمت رقما قياسيا مقارنة مع الدورة السابقة التي عرفت توافد حوالي 850,000 زائر خلال 10 أيام. اللحظة ننتقل إلى مستجدات بورصة الدار البيضاء التي أغلقت جلسة تداولاتها اليوم الثلاثاء على إيقاع الانخفاض بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين مازي وملكس، ولدان سجلا على التوالي من قيمتهما 0.13% و 0.18%. وبلغ مؤشر مازي، وهو مؤشر شامل يضم كافة القيم من نوع الأسهم، 9945.31 نقطة، في حين بلغ المادكس، وهو مؤشر يتألف من القيم المدرجة باستمرار في البورصة، 8147.13 نقطة. بهذا نكون وصلنا وإياكم لختام موعدنا الاقتصادي، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم.